مع السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم. نحن نشوف قاعد تصوروا لي الكركم. السلام عليكم. سينا مرحبا عليكم الكركم. بابي اذا كنت هو قاعد يبيع ماكم يتقربش الكركم. الكركم الكركم الكركم. بب بب ما شاء الله ما شاء الله صراحة ما شاء الله. ملا بواترين عندك وملا صدر يا حاج. عندك صدر راجل. مش عندي. عندك صدر خشين ما شاء الله. ترى وري الكركم. ترى وري وري ما شاء الله. شكون تاكل يا اخي؟ الكركم. سيدي يا سيدي علي منيش هذي ما شاء الله القوة ذي وصدر الكاسح والبدن القوي منيش؟ عبد رب سبحانه وتعالى. اي فاش تاكل يعني فاش تاكل؟ ذاك كيما الناس. يا شبيني ما عنديش صدر خشين كيفك انا؟ انا غالبا لي وليك. قولي قولي تاكل في منشطات ترينا كنت قبل؟ الكركم. انا بدلنا ذي متاع صباح سبورت ترينا قاعد يا حاج ترينا كل يوم. ها؟ مخروض. لا تغش كل يوم انت مش تترينا. تترينا كل يوم. اي الكركم. بابا قاعد يبيع لازم نلهيب موضوع حلو. شو احوالك يا حاج؟ لاباس. صباح صحتك. الحمد لله. اي عندي موضوع كترته لحظه بابا. الكركم يا بابا. اه انا ولدك محمد. ايوه بس نحكي معك في موضوع وبربي لا تعكسني. بس انا خير. اسمع انا قلت لامي وامي عطتني الزكفوف. اه حكيت لامي الموضوع عطتني الزكفوف. علاه؟ قالت لي هذا موضوع جايني بيه نحب نحكيه لك وحاش. نحكيه لك ولا ايه؟ احكي يا ولدي. يا بابا العم توا الدنيا كيزة ما فماش بيوع في السوق. ايوه لا ثم بيوع لا شيء. قالش عندك تبيع من الصباح في ساشي تبعت شي ساشي ما بعت شيء. لا شيء ما ثميش بيوع. يا عادة قلت لازم نعمل مشروع. شنو مشروع؟ نحب نحل كافي شانتا. كافي شانتا؟ اي شو رايك؟ انتو الشعب. ها؟ انتو العباد. العباد يحبوا الكافي شانتا ويحبوا شتيح وتفدليك. ايه توكل على الله. ايه ما لقيتش. ايش نقول لك؟ انا ما عنديش فلوس. ما عنديش فلوس نحل كافي شانتا ما عنديش. وما فما حتى حد يعطيك في الدنيا توا الناس الكل تعاني صحيح ولا ايه؟ اه صحيح. انت فالس وانا فالس. انت تفليل ولا نفليلو؟ اي نعم. انت توا تحتك ما عندكش دينار. اي نعم. اي نعم اي نعرفك. تهنى تهنى مانيش ماخذ من عندك فلوس. نعرفك قرناط ومش حاح. يا بابا يا بابا اش بيك يا بابا؟ تغششت كي قلت لك قرنات ومش حاحة. اي نعم مش حاحة. هذا دين امك. انا دين امك. اي انت انا ولدك. انت قرنات يا بابا. قرنات ايش ولدي؟ اي انا محمد. انت محمد؟ اي انت قرنات. ال 50 فرنك ما تعطيهاش. من عشانك؟ نعرف قرنات هي متهني متهني. اي نعم نعرفك. 50 فرنك ما تمديش. نعم. ما فهمتش شكون طالع عندي. خلينا نكمل لك الموضوع. ايوه مشيت لامي قلت لها يا امي عندي مشروع. شنو مشروع؟ باش نحل كافي شانتا. اما لقيت البلاصه وين باش نحلها. طلع وين باش نحلها؟ وين باش نحل كافي شانتا؟ في الدار نتاعنا. او يا زبيو او يا نميو. باش نحل كافي شانتا في الدار. انا ولدك محمد في دارك باش نحل كافي شانتا غادي. شنو رايك؟ انا كاش كاش مع كلامي. اي لو حليك في البيعان سي بون. حليت حليت وبديت نخدم سي بون.
كان في شنطة ونسيت تشطح في الدار دهنا. أما أنا عندي مشكلة يا بابا، اليوم برمشي فركس وين باش تبيت، خاطر باش نصبح اليوم غادي. ما عندك وين تبيت أنت؟ شوف الشارع تبيت فيه. لا 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 خاز بلا تبي يا حاج. هلي هلي يا بابا، هلي يا بابا اسمعني، انت منقعد بطاله وكحيتك في شنطه في الدار. انت برا بيت شوف وين تبيت، دار عزيزي دار عمي في الشارع اتصرف. لا لا مش معني معني، والناس انفردهم جايين يشطحوا ويغنيوا. شباب ليش ما تجينا مهم العياري دافع فلوس باش يشطح. افتح يا سي اكبر راس دافعين ملايين. عينيك نعطيك عربون منهم. ها مخروط يا بابا، توا باش نقعد بطال انا. انت موافق نحلك في شنطه في الدار ولا لا؟ لا لا مش موافق، كم شغله في الدار حلوه هذي. باي امي طلبتني، امي ناجيت طلبتني. لحظه بركه خنز عليها ونرجع لك. الو يا امي لحظه نبعد عليك، خاطر بابا يتصنت من قبيله. نجم بعد وذنيك شويه يا بابا، خلينا نحكي مع امي وحدنا. اي بابا لا نحب نحكي هوني. لا لا يا بابا مادت وذنيك تتصنت تصنت فيا تو. اذا معقول؟ لا لا مش نسك بابا. باهي باهي قوم باهي. وي يا امي نجيت، اي حكيت مع بابا على موضوع الكافي شانتا. يا امي لو فرح بابا على الاخر وقال لك موافق وقال ما يصيرش بيت في الشارع هو ما يقلقوش. بابا اي بابا علي مستعد بيت في الشارع ونحل ايه الكافي شانتا في الدار. اي بابا علي موافق، قال موافق حل كافي شانتا. اي يا امي اي بابا علي انا ولده محمد موافق اللي انا باش نحل كافي شانتا في داره. ترى احنا كنت كافي شانتا يا حاج لاباس يا بابا، خلينا نحكي مع امي نجيت. خلينا اي يا امي بابا موافق. بابا اي اي لا مش موافق. لا موافق ماكش موافق؟ مش موافق. عليه كم شغله في الدار سوا حلوه هذي نقعد بطال انا. خلص خلص عندي حل، عندي حل، عندي حل يا بابا. ركز معايا مليح مليح، باش نمشي لعياري، ما هو هو يطمع برشا العياري، باش نقولو عندي عرس نتاع ولد خالتي باش نعملو في دارك. هو يفرح نعطيه 100 دينار ونحلو دارو كافي شانتا. نسى تشطح ورزقيس وكذا، هو في بالو عرس. شنو رايك؟ برك اخ ابعد من داري برك. امان والله دارك انت برك. اي نعم اي نقول لك حاجه بابا ما غير غش. انا باش نحل كافي شانتا وخلي سير يسير. هيا 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 يقرص يقرص يقرص. ما عادش نجم نتنفس يا حاج. شو دخلة؟ دخل دخل يا عبيك. الكلكل ايا خنمشي نمشي نحضر الدار ونبيض الحيوط ونحط الغناء واشتيح الدار. اليوم ما تبيت كان كافي شانتا. انت طلع وين باش تبيت؟ دبرت لك بلاصه تبيت فيها، باش تبيت فوق السطح. عليك السطح ما انت نوديك عليك حسنا تلقوك. اي انت بابا. لا لا ما انت نوديك. انا ولدك محمد انت بابا. لا ما يرضاش. امان والله بيت نشوف لك بيت سطح. لا مش سطح باين بيتك في الشارع. بيتك في الشارع انا عندي نمك مفدلك مفدلك معاك مفدلك معاك يا حاج مفدلك معاك. مانيش مبيتك في الشارع. او عندي حل. اي نقصد ربي يا هلا مال مال راحة
ترتاح من ولدك يا علي. اي العم بس هيك سير احوال لاباس الحمد لله عايزك. بربي وينو تسلم عليه؟ وينو هذايا؟ وينو تسلم عليه؟ ها؟ راس رزق العيد. يجي بلا غصه يا بابا. وينو تسلم عليه؟ وينو هذا؟ مشى مشى. وين مشى؟ وين مشى؟ ولا بالي. يظل لي جاي وقرماني، يظل لي جاي. يظل لي فوق السطح. أعطاني قرمو وطلع فوق السطح. شيخ. يضحكني ضحك. يا مشيش يتخبى تحت السطح ولا فوق. ليه تحت البنك؟ يظل لي ولا المخدة؟ وينو هذا هبلت يا حاج؟ مش تهبلني يا حاج؟ وين مشى؟ ضرب عليا ومشى. يا ولدي يضرب ويهرب، وين مشى هذا؟ يطلع شي جن هذا يا ولد، يطلع شي بلاصة مسكونة. أي خلينا نمشي نقصد ربي، أنا بلاصة تخوف، أنا نخاف بياتي، ومشيش نعملها على روحي بالخوف. بالأمان بالسلامة. أي بالأمان بالأمان. أي باي باي. أي باي باي يا حاج. باي باي. أي بالأمان بالأمان.